طيب هنرجع لهذا الموضوع مرة تانية، لكن بنهني إخواننا أقباط مصر ومعنا على الهواء مباشرة القداس وقداسة البابا، نسمع ونرجع لحضرتك. يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة زي ما حضراتكم شفتوا. بنهنئ كل إخواننا الأقباط في كل مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم قداس عيد القيامة المجيد، والبابا توادروس على الهواء مباشرة بيحتفل إخواننا الأقباط بهذا العيد. إن شاء الله العيد القادم تكون الظروف أحسن من كده ونقدر كلنا نحتفل ببعض. خلينا نرحب على التليفون بالأب رفيق جريش المتحدث باسم مجلس كنائس مصر. مساء الخير يا أبونا. أهلا أستاذ خالد، أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك ومصر كلها طيبة وكل المصريين. تقول لنا إيه بقى بمناسبة هذا اليوم الجميل عيد القيامة المجيد؟ يعني إحنا بنؤمن إنه القيامة بيدوس على كل شيء. بيدوس على الموت وبيدوس على الخطايا وبيدوس على الأوبئة. فإنه مش لازم نخاف من الكورونا، وإنه نكون فعلا يعني النهاردة في هذا العيد عندنا أمل ورجاء جامدين بإنه يعني ربنا هيخفف علينا كمان في أسرع وقت ممكن إنه نرجع لحياتنا الطبيعية وشغلنا عشان اقتصاد بلدنا يمشي ونرجع لجوامعنا ونرجع لكنايسنا ونرجع لمكاتبنا.
عشان الدنيا تقوم ومصر يعني عايزين نعبر بيها لاقتصاد قوي زي ما السيادة الرئيس عايز، وعايز لمصر نكون فعلا قوة كبيرة مهمة في الناس تصلي في فين يا أبونا؟ الناس تصلي فين؟ الناس تصلي فين؟ النهاردة؟ كله بيصلي في البيت أفتكر. أغلب الناس بتصلي في بيوتها. وبيتابعوا القداس من والقداس موجود على الهواء صح؟ بابا تردس موجود أهو معانا على الهواء. طيب في ظل هذه الأوقات الحرجة اللي بيمر بيها العالم كله، إيه الدعوة اللي ممكن تدعيها وإحنا ندعي وراك عشان يعني ربنا يستجيب مننا جميعا؟ يعني الدعوة اللي عايزة يعني أدعيها النهاردة معاكم، إن أولا نشكر ربنا على النعمة الكبيرة اللي عندنا خصوصا في مصر. يعني إن إحنا يعني الإصابات مش كبيرة زي الدول اللي كانت بتقول على نفسها متقدمة. وإحنا يعني بنخفف على كل مريض وكل متألم ألامه ومرضه. والحاجة الثانية يعني نشكر إن النعمة اللي إحنا فيها رغم ظروفنا البسيطة اللي كلنا بنعرفها. وأتمنى إنه شعب مصر يعني ناخد بالنا من نفسنا وناخد بالنا من صحتنا ومن كل ما الحكومة صحيح يا ابونا، عشان ناخد بالنا وبلاش الزحمة قوي دي اللي احنا بنشوفها هنا وهناك. ربنا يديك الصحة وكل سنة يعني وحضرتك طيب، ربنا يدينا السلام والسلامة، وكل سنة وكل الأباط في مصر بألف خير وصحة وسعادة دايما يا ابونا. متشكرين جدا، كل سنة وحضرتك طيب. صحيح.